وتزكي به أعمالنا وترفع به درجاتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. لازلنا في شرح ألفية ابن مالك، الشرح الميسر للحربي، ولازلنا في باب نائب الفاعل، وقد وصلنا إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا، وضم جاك بوع فاحتمل. الله يقرأ يا شيخ الجوهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صوت الرنجة وراء صوت انقطع يا فردوس. قال: واكسر أو اشمم فثلاثيين أعل عينا، وضم جاك بوع فاحتمل. نعم، نحن عرفنا أن الفعل الماضي إذا أردنا أن نبنيه للمجهول ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره، فضرب نقول ضرب بضم الأول وكسر الآخر. هذا إذا كان الثلاثي صحيحا غير معتل، غير معتل العين. فإن كان معتل العين نحو قال وباع، فكيف نبنيه للمجهول؟ قال: واكسر أو اشمم فثلاثي أعل. إذا كان الفعل الماضي الثلاثي معتل العين وأردت أن تبنيه للمجهول فاكسر أوله، اكسر الفاء، أو أشمها، أو أشمها أو ضمها، ففيها ثلاث لغات: إما الكسر قال قيل، أو الضم قال قول، أو الإشمام. تشم الكسر ضما، تشم الكسر ضما، قيل قيل، هذا يسمى إشماما. إذن الفعل الماضي إذا كان معتل العين ففي بنائه للمجهول ثلاث لغات للعرب: إما كسر الفاء، وإما ضمها، وإما إشمامها، إشمام الكسرة ضما، وإما إشمام الكسرة ضما. قال قيل، قال قول، قال قيل، قيل، فتشم الكسرة ضما. وهذا هو قوله: واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا، إذا كان المعلول عينا، عين الفعل أي الوسط، وضم جاء أيضا، جاء لغة ثالثة وهي الضم، قال قول. إذا فهي ثلاث لغات: الكسر والإشمام والضم، الكسر والإشمام والضم. فتقول باع بيع وبوع بيع وبيوع، وهي صعبة، الإسلام صعب ويحتاج إلى تمرس، إلى تمرس. نعم، طيب اقرأ يا شيخ. قال: ها هنا أمور. الإشمام المراد به هنا الجمع بين حركتي الكسر والضم عند النطق بالفعل الثلاثي المعل عينه المكون من ثلاثة أحرف، والأوسط حرف علة. فلنا في هذه الأفعال التي هي على نحو بيئة وقيل وغيظ ثلاثة أوجه. قال: الأول الكسر الخالص للحرف الأول،
فنقول بيئة. الثاني الإشمام، وهو جمع بين الكسر والضم، بوع أو بيئة، هذا وهو سيكون مركب. النطق عليه، النطق صعب. ولكن قلت بإشمام الباء ضمة، إشمام الباء الكسرة ضمة، بويع، ها بويع، نعم، وهو بودي مركب من اللغتين. وهو مركب من الثالث اللغتين. الثالث الضم الخالص، بوعى، ومنه ليت شبابا بوعى فاشتريت. نعم، ومنه قول الشاعر: ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع فاشتريت. والشاهد بوع، أنه بناه للمجهول بضم الأول، بالضم الخالص، بدون إشمام. نحفظ هذا البيت: واكسر أو اسم فا ثلاثي أعل عينا، وضم جاء كبوع فاحتمل، فاحتمل كبوع فاحتمل. واكسر او اضمم، عفوا، واكسر او اشمم فا ثلاثي اعل اينا، وضم جاء كبوع فاحتمل. واكسر او اشمم فا ثلاثي اعل عينا، وضم جاء كبوع فاحتمل. واكسر او اشمم فا ثلاثي اعل عينا، وضم جاء كبوع فاحتمل. عدم، حفظت؟ واكسر اوش من فا ثلاثي وان اين عين، اينا اينا و ايضا و اينا وضم ج كبو افحت من وضم وضم ج كبو افحت من أحسنت. إقبال، إقبال، نعم. تفضل. واكسر او اشمم فثلاث العين عينا وضم عينا وضم جاك بوع فاحتمل. نعم، أحسنت كريمي. بسم الله الرحمن الرحيم. واكسر واشمم فثلث واكسر أو فاكسر أو أوش أوش ميم فثلاثيين وعل فثلاثيين وعل فثلاثيين أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. أحسنت نبيل. واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. عباس. واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. أحسنت، يلا فردوس. واكسر أو اشمم واكسر أو اشمم واكسر أو اشمم عينا واكسر واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل واكسر عينا وضم جاك بوع ثلاثي فاحتمل. واكسر أو اشمم كا ثلاثي أعل عينا وضم كجا كبوع فاحتمل. نعم، يحتاج إلى كتاب أو سيكون الأمر سهلا إن شاء الله. طيب، قال: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. قال أنه قد يحدث التباس، قد يحدث التباس. فإن حدث الالتباس في صيغة الفعل فلا نعرف هل هو مبني للمعلوم أو مبني للمجهول،
بسبب هذا اللبس يعدل عنه، يعدل عنه إلى صيغة أخرى. المعتل معنا ثلاث صيغ، أليس كذلك؟ المعتل العين نبنيه للمجهول بثلاثة صيغ، إما بالكسر الخالص أو بالضم الخالص وإما بالإشمام. فإن كان الفعل الماضي المبني للمعلوم بالكسر الخالص ماذا نعمل؟ قال نبني المجهول بالضم الخالص أو الإشمام حتى لا يحدث اللبس بين الفعل الماضي وبين الفعل المبني للمجهول. خاف تقول خفت الأسد، خفت، فإذا بنيته للمجهول خفت، خفت، خفتي، خفت الأسد، خفت الأسد، خفت الأسد. فإن بنينا خاف زيد الأسد ماذا سيقول؟ سيقول خيفا، خيفا، خيف الأسد، خيف الأسد. فجاء الفعل مكسورا خيفا، فسيحدث اللبس، سيحدث اللبس. قال فيعدل إلى غيرها، سيعدل إلى غيرها. انظروا، اقرأ يا فردوس، اقرأ الشرح. قال الشارح إن حصل لبس في أي استعمال اجتنب اللبس وصيغ الكلام بما لا يلبس. ولهذا قال وإن خيف لبس بسبب الشكل اجتنب ذلك الشكل وعدل عنه إلى وجه آخر. وفي نحو بعت يا عبد، نعم، بعت يا عبد، بعت، هذه بوع، هذه محتملة، محتملة أن تكون مبني للمجهول، ومحتملة كذلك أنه إخبار مبني للمعلوم. ويقول بعت، أي بعنا، بعت يا عبد، أنك صرت بائعا، أنك صرت بائعا. فهي تحتمل وجهين، تحتمل وجهين. فلهذا قال يعدل عن هذا، عن هذه الصيغة التي فيها لبس إلى صيغة أخرى. فلا يقال في المبني للمجهول هنا بوع، وإنما يقول بيع، بيع العبد، بيع العبد، حتى نخرج من اللبس، حتى نخرج من اللبس. نعم، اقرأ. يجوز لأول وهلة فتقول بعت وبعت وبعت بالإشمام، يجوز الثلاث الأوجه، ولكنها فيها لبس لا تعرف هل هو مبني للمعلوم والمبني للمجهول. نعم، أيوه، ضم الباء وكسرها والإشمام، غير أن الكسر ملبس قد يفهم غير المقصود وينقلب العبد إلى بائع لا مبيع. نعم، فأين اللبس في لفظة بعت؟ بعت بالكسر، هذه الصيغة فيها لبس، لأن هذه الصيغة هي تكون للمعلوم وتكون للمجهول، فتجتنب هذه في البناء للمجهول. إذا جاءت الصيغة بعت نقول هذا مبني للمعلوم ولا تكون للمجهول، واضح؟ يحدث اللبس فيها. فإن أردنا أن نبنيه للمجهول نقول فيها صيغتان، الضم الخالص بعت أو الإشمام، أو الإشمام، ولا يكون فيها الكسر الخالص. لماذا؟ لوجود اللبس، لأن الكسر الخالص هي صيغة المبني للمعلوم. واضح يا ابني؟ إن شاء الله. طيب اقرأ. قال ثم ذكر أن الوجوه الثلاثة التي لي باء صالحة للفعل حب وما شابهه فرد وعبد. نعم، حب زيد
المسجد الأقصى. حب زيد المسجد الأقصى. فإذا أردنا أن نبني حب للمجهول، حب زيد المسجد الأقصى، فنقول ماذا؟ حب المسجد الأقصى وحب المسجد الأقصى. وبالإسناد حب صعبة الإسناد المسجد الأقصى. هذه ثلاث صيغ. فالفعل المضعف المشدد العين واللام هذا فيه الثلاث الصيغ التي لباع، فيه الثلاث الصيغ التي لباع: الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام. إذن وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. من حفظ؟ يلا شيخ كريمي. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. نعم أحسنت. إقبال. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. أحسنت. عدل. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. أحسنت. نبيل. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. أحسنت يا عباس. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. أحسنت الشيخ فردوس. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. نعم. قال: وما لثا باع لما العين التلي، اختار وانقاد وشبه ينجلي. يقول الذي جاز في باء باع من الثلاثة الأوجه وشبهه يتضح وينجلي للحرف الذي تليه العين، للحرف الذي بعد العين في اختار وانقاد، فيجوز فيه الكسر ويجوز فيه الضم ويجوز فيه الإشمام. فتقول في اختار: اختير أختور أختير أنقيد بالإشمام. وما لف باع فاء باع، فاء الفعل الثلاثي المعتل الوسط. ذكرنا أن فيه ثلاثة أوجه: الكسر الخالص، الضم الخالص، الإشمام. قال: اجعل ما لف باع من الثلاثة الأوجه لمن؟ لما العين تلي، لما تلي عين افتعل، لما تلي عين افتعل اختار، لما تلي عين افتعل افتعل في اختار وانقاد. فتقول:
اختور اختير اختير ان قاد ان قيد او ان قيد ان قود ان قيد ان قيد ان قود بالكسر وبالضم ثم بالإشمال. نعم. وما لفباع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. وما لفباع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. وما لفباع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. أنا أكرر وأنتم تحفظون. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. احفظوا وفردوس يقرأ الشرح. تفضل يا فردوس اقرأ. قال الشارح: يقول الذي جاز في باء 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 وشبهه 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 يتضح باء الشبع باء قال وكذلك حب ورد وعض. ذكرنا أنه يجوز فيها ثلاثة أوجه: الكسر والضم والإشمام في فاء الفعل الثلاثي المعتل العين. يجوز في فاء ثلاثة أوجه. هنا الذي جاز في باء باع أي في فائه يتضح وينجلي للحرف الذي تليه العين في الميزان في اختار وانقاد وشبههما. فاختار بمعنى على وزن اختار على وزن ماذا؟ اختار على وزن ماذا؟ تعالى استعلى. نعم اختار على وزن استعلى. نعم طيب ايوه اقرأ. يتضح وينجلي للحرف الذي تليه العين عين في الميزان في اختار وانقاد وشبهها. ومعلوم أن اختار على وزن افتعل الحرف الذي تليه العين هو التاء ويجوز فيها الثلاثة التي في باء وهي الكسر والضم والإشمام. الحرف الذي تليه العين الحرف الذي تليه العين بمعنى الحرف الذي قبل العين الحرف الذي تليه العين أي الحرف الذي قبل عين الفعل الحرف الذي تليه العين أي الحرف الذي قبل العين. نعم أيوه. ومعلوم أن اختار على وزن افتعل فالحرف الذي تليه العين هو التاء ويجوز فيها الثلاثة التي في باء وهي الكسر والضم والإشمام. يجوز في التاء الكسر فإذا كسرت التاء تنقلب الألف ألف اختار إلى ياء حتى تناسب الكسرة. ويجوز الضم أن تضم التاء فإذا ضممت التاء انقلبت الألف التي بعدها إلى واو لكي تناسب الضم. ويجوز الإشمام اختير هنا سيع لماذا؟ لأنك أصلا تقلبها إلى كسرة وتشمها ضما فأصل الحركة على الكسر في الإشمام أصل الحركة الكسر ثم تشمها ضما تشمها إشماما إذا يكون الحرف الذي بعدها الألف تنقلب إلى ياء كثيرة كثيرة. نعم إذن
الفعل الذي على وزن افتعل إذا بنيناه للمجهول فيجوز في الحرف الذي قبل العين ثلاثة أوجه: الكسر والضم والإشمام. واضح؟ هذا هو. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. من حفظ؟ يلا يا شيخ إقبال. وما لفا باع. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لفا باع لما عين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. أحسنت، بارك الله فيك. عدل. وما لفا باع لمن العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. أحسنت عباس. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. أحسنت كريم. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. أحسنت نبيل. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. فردوس. وما لفا باع لما العين تلي كاختار وانقاد كشبه ينجلي. كشبه ينجلي. طيب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري. في هذا البيت يذكر مسألة جديدة، وهي: ما الذي ينوب عن الفاعل غير المفعول به؟ قال: وقابل، أي ويجوز ويقبل النيابة عن الفاعل الظرف: صام زيد يوم الخميس، فتقول صيم يوم الخميس، فهنا يوم ظرف وقد صار نائبا عن ماذا؟ نائبا عن الفاعل، نائبا عن زيد، وهو ظرف الزمان. وكذلك: جلس زيد عندك، جلس زيد عندك، جلس عندك. أين النائب عن الفاعل؟ الظرف، ظرف المكان، عند ظرف مكان. وكذلك المصدر: ضرب زيد ضربا، ضرب ضرب، ضرب ضرب. أين نائب الفاعل؟ المصدر المفعول المطلق. أو حرف الجر: زيد في المسجد، جلس في المسجد. أين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور متعلق بالمحذوف في محل نائب فاعل. إذن وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حل. هؤلاء حرف المصدر والجار والمجرور يجوز أن ينوبوا عن الفاعل، يجوز أن ينوبوا عن الفاعل، لكن بشرط أن لا يذكر المفعول به، أن لا يذكر المفعول به. لكن لو قلنا ضرب زيد عمرا في المسجد، ضرب عمرا في المسجد، فيكون نائب عن الفاعل المفعول به للظرف. لكن إذا لم يوجد المفعول به
ضرب زيد في المسجد، فنقول ضرب في المسجد، ضرب في المسجد. هنا سيكون في المسجد هو نائب الفاعل، لماذا؟ لأن المفعول غير موجود، لأن المفعول به غير موجود. وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري، وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري، وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري. انظروا، من ظرف نوم، من نوم، لا تقول من ظرف أو، لا، الهمزة هنا مسهلة. وقابل من ظرف نوم مصدر أو، هنا أو الثانية الهمزة محققة، أو حرف جر بنيابة حري. وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري. اقرأ يا فردوس. قال الشارع: القابل للنيابة عن الفاعل من الأول الظرف بالنوعين، نعم، والثاني المصدر، والثالث الجار والمجرور. قال: حري بالنيابة جدير. صوت غير واضح، صوتك صار غير واضحا. غير قال واضح، صار غير واضح. قال: حري بالنيابة جدير بها. تقول في ظرف الزمان: سيما يوم الخميس. وفي ظرف المكان: جلس عندك. وفي المصدر: يركع ركوع المخبتين. صوت غير واضح يا فردوس. صوتي معك؟ صوتك منقطع يا شيخ. صوتي واضح؟ نسوان جلها نين. صوتك غير واضح الآن. أنا جلها سوين تا. صوتي عندهم واضح يا شيخ، ولكن عندك صار يتقطع غير واضح، لا أسمعهم. صوتي عندهم واضح، ولكن عندك يا شيخ منقطع. طيب نحاول أن يقرأ شخص غيرك حتى لا يضيع الوقت. بتشيني ممكن بقى يقرأ؟ إقبال ممكن تقرأ؟ علمني إن شاء الله. أنا تمام. الصوت منقطع. صوتي واضح؟ تكلم يا فردوس. نعم. تقول في ظرف الزمان: صوتي واضح؟ شبكتي ضعيفة، غير واضح. لو لا يدق صوتك انا. دنقوا يا ايوه ممكن اقبال، يعني هو في ماليزيا ممكن هو يعني يقرا ويكون واضح. انا لا في طارئ شبكة غير مستقيم. دعونا نقرب شخص اخر يتكلم. اخونا اقبال، تفضل. اقبال في الطريق يا شيخ. ممكن عدن يا سيدي. الشبكة بالنسبة لي ضعيفة، لأني في طريق. ممكن شخص آخر يقرأ. سؤال أنا الأجل هاني. سوري انتاج لها، انا دينج لها. صوت الفردوسي واضح يعني من هنا. بس الشيخ بقى نبقيت ان الشيخ لك عادي. مشكلة.
صوتي عندهم يا شيخ واضح جدا، أما عندكم لو يغلق الميك ويبقى واحد فقط الذي يتكلم حتى لا يشوش أحد مع الآخر. شيء اتبعتني شيرين او القابل للنيابة عن الفاعل من ظرف بنوعيه المصدر ممكن انا اجري شيخ انا تقعدتي تقع. بسم الله الرحمن الرحيم. القابل للنيابة عن الفاعل من ما اعرف، هل نعمل خروج ودخول مرة ثانية؟ هل نعمل خروج ودخول مرة اخرى؟ يا شيخ انت تخرج ثم تدخل مرة ثانية، الممكن ان نغادر الصفحة تعود إليها مرة أخرى فردوس؟ تمام، تعمل لنا خروج ثم ندخل مرة ثانية.